السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقائي، قبل اي شيء عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. المالية العراقية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الاول. وجهت وزارة المالية دائرة المحاسبة باطلاق دفعات تمويل الرواتب للوزارات كافة لشهر كانون الاول. واكدت الوزارة في بيان ان دائرة المحاسبة مستمرة في تدقيق البيانات المالية الختامية وتمويل المشاريع قيد الانجاز وفق للخطة الاستثمارية. ودعت الوزارة دائرة المحاسبة كافة الوزارة والجهات الغير مرتبطة بوزارة بمراجعة الدائرة اعتبارا من يوم الخميس المصادف 23/12/2021 لغرض بدء إجراء تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل وزارة.